الدباء ما انقسمتم لكن أتوسل إليكم أن تذكروا أن أقدامنا تشبه أقدامكم. مهما كانت المشكلة لنتناقش في جلسة أو لن يحل شيئا سيصيبنا بالأمراض. الجدال ليس الحال، هيا نلعب ونأكل، إنه يوم جميل. فما رأي الجميع نشارك الأرض نهتم ببعض؟ هذا الحل الوحيد، نشارك الأرض نهتم ببعض ونعيش في هدوء. نحن جميعا حيوانات نعيش على النباتات نأكل الحبوب، فلماذا الصراعات؟ نشارك الأرض نهتم ببعض، هذا الحل الوحيد ونعيش فيه.